وأنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من البصرة الإعلامي والنشط السياسي سيد منتظر الكركوشي. مرحبا بك سيد منتظر. مفوضية حقوق الإنسان إذن أكدت أن القوات الأمنية اعتقلت 9 مواطنين في احتجاجات البصرة أمسي، ألا تخشون مزيدا من الاعتقالات وما الذي جعلكم يعني تتظاهرون مرة أخرى؟ نعم طبعا الوضع في البصرة اليوم المواطنين الشباب المتظاهرين في البصرة لا يوجد لديهم شيء ليخسروا، خسروا الزراعة وخسروا فرص العمل وخسروا الخدمات وخسروا كل شيء، والآن على أبواب يفقدوا حياتهم نتيجة تلوث الماء. فلا أعتقد أن الشرف هو أن تخسر حياتك للمطالبة بالحقوق بدل أن تخسر حياتك وأنت جالس في المنزل وتتسمم بالماء المالح. البصرة تغذي العراق، مائدة العراق الكبيرة، قلب العراق النابض، واجهة العراق، كل هذه المسميات ماذا جنت؟ البصرة كعنترة ابن شداد، الشداد يطلبون البصرة ويحمدون البصرة وتقدم الدماء وتقدم الأموال، ولكن عندما تحتاج البصرة لأبسط الخدمات تشوف الحال يتم رصاص. البصرة تطالب بالماء يتم الرد عليها بالرصاص الحي والقمع. لاحظتوا مقاطع الفيديو اللي تم نشرها والتغطيات اللي قمنا بها، يعني استخدام عنف مفرط. ذكرت بأن السبب الذي يدفع الشباب اليوم للمواصلة هو لا يوجد شيء ليقدروه. تحدثت مع عدد من الشباب يعني يوم أمس كانوا يواجهون الرصاص، كانوا يتبادلون الغاز المسيل للدموع عندما ترمي قنبلة الغاز الدخانية يتم مسكها من قبل المظاهرين وعادتها إلى القوات الأمنية ورميها، يعني نقول سلميين وبأيادي فارغة يتم مواجهة الرصاص ويتم مواجهة الغاز المسيل للدموع. منتظر، يعني صحيفة صباح السويسرية حذرت من تفشي وباء الكوليرا في البصرة، ألا تشعر الحكومة بالحرج من جراء أجراس الخطر التي يدقها الإعلام الغربي للوقوف على الكارثة التي تعيشها البصرة؟ نعم، لا يا سيد، الحكومة العراقية لا تشعر بالخجل، يعني لأنها لا تستحي ولا تخجل. لو كانت تخجل لتركت مناصبها على هذا الفشل. لو كان المسؤول العراقي يخجل لترك منصبه ل 15 عام لا يستطيع توفير الماء، ما فائدة ترشحك مرة ثانية وما فائدتك تنافسكم على الكتلة الأكبر؟ يعني هذا أكبر عار على جبين الحكومة العراقية وعلى كل مسؤول عراقي سواء الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية أن يخرج الآن بالتلفزيون ويتحدث بكل صلافة. لا يوجد خجل، قطرة خجل لا توجد لدى الحكومة العراقية. لو كان لديهم صدق لواجهوا المتظاهرين لاستمعوا إليهم. يعني كل هذا القمع الذي حصر وكل الذي تعرض له المتظاهرين البصرة وهناك صمت وكأنما حياة الناس وصلت إلى هذه الدرجة. وأنت في قلب الحدث سيد منتظر وتتابع الأوضاع يوميا من كثب، إلى أي مدى ترى أن الأوضاع وصلت الصحية وصلت إلى حد الوباء؟ لأن الحكومة تقول إن هذا يعني فيه مبالغة. نعم، وباء الكوليرا مختصين وحتى محافظ البصرة في جلسة مجلس أعضاء مجلس النواب في البصرة والمحافظ ومختصين مركز علوم البحار جامعة البصرة جلسوا وحذروا بأن يوم 14/9 من هذا الشهر اللي دخلنا به انتشار خطر، يعني خطر انتشار مرض الكوليرا. هذا التاريخ تبدأ الكوليرا بالانتشار، وجميع الظروف جزاها الله خير الحكومة العراقية وفرتها لانتشار هذا المرض. موجودة السموم، موجودة ارتفاع درجات الحرارة، موجودة الأملاح، وبالتالي بسهولة أن ينتشر هذا الوباء. فعندما نتظاهر بهذا الغضب ونتحدث بهذه اللغة، يا جماعة احنا عندنا 14 يوم وأهل البصرة يفقدون حياتهم نتيجة وباء، ليست مبالغة. هذه دراسات وتقارير قدمتها وحتى أساتذة في جامعة البصرة قدموها للسيد المحافظ، والسيد المحافظ لديه علم والسيد حيدر العبادي لديه علم، ولكن لا نعلم لماذا لا يكترثون. يبدو أن الصراع على الكتلة الأكبر وعلى منصب رئاسة الوزراء هو أعظم وأسمى من حياة المواطنين في البصرة، ولا هذا لا يوجد تفسير آخر. أزمات كثيرة، يعني حتى عندما تصف مفوضية حقوق الإنسان شط العرب بأنه أصبح مكبا للنفايات، يعني ذلك أن الأزمة متراكمة. إلى ما إذن ترجع هذا الإهمال المتعمد، الإهمال الحكومي؟ نعم، الإهمال يتحمله كل مسؤول حكومي سواء استقال وسواء موجود منذ عام 2003 لحد الآن. الأزمة الموجودة في العراق هي أزمة إدارة، يعني لا يعني ناس نتكلم صراحة، ناس إجت من الشارع
اجت تدير لها بلد بعظمه العراق بتاريخه بثرواته باقتصاده، شلون تريدهم يديرون البلد؟ يعني تتوقع يديرها مثل البلدان الغربيه؟ نتيجه طبيعيه عندما يكون الشخص غير المناسب بهذا المنصب، جدا طبيعيه، وصلت لهذه الامور جدا طبيعيه، لما تجيب شخص من الشارع وتخليه على وزاره خدميه وتخليه على وين التخصصات الموجوده من 2003 لحد الان؟ منو مسؤول ماسك تخصصه الصحيح؟ الان بعد تظاهرات 2014 و2015 ممكن ثلاث وزراء اربع تكنقراط وواحد منهم وزير الموارد المائيه، حتى تكنقراطنا الله قالبه، وزير موارد مائيه عاجز عن ايضا تبرير الفشل، يعني لاحظ معي وزير على اساس تكنقراط، فحتى تكنقراطنا وصلنا لهذه النتيجه، فنتيجه طبيعيه عندما يكون الشخص غير المناسب في المنصب يحصل ما حصل في العراق. شكرا جزيلا لك من البصرة، إعلامي والناشط السياسي سيد منتظر الكركوشي.